استعداداً لانطلاق فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أهم منصة أمنية في العالم، تحولت المدينة الألمانية شيئاً فشيئاً إلى ثكنة أمنية بشكل غير معتاد سابقاً. فما أن تطأ قدمك وسط المدينة حتى تشعر بحجم وكثافة الوجود الأمنية. العين الإخبارية رصدت انتشار عربات ودراجات الشرطة وعناصرها المدججين بالسلاح في كل موقع وسط المدينة ومحيط فندق بيرانشهوف، مقر انعقاد مؤتمر ميونخ. حجم وكثافة الإجراءات الأمنية هذا العام غير مسبوقين، لأن المؤتمر يجري في ظل ظروف استثنائية في العالم، سواء بسبب التوتر المرتبط بالحرب في أوكرانيا أو غزة. وتشمل التشديدات الأمنية مشاركة أكثر من 5000 ضابط من ميونخ وولايات ألمانية أخرى، مقارنة بأكثر من 4000 العام الماضي، فضلاً عن تحويل وسط المدينة إلى منطقة أمنية ومكان مغلق على المركبات وفرض حظر طيران في محيطه. ويتوقع مشاركة 50 رئيس دولة وحكومة ونحو 60 وزير خارجية وأكثر من 25 وزير دفاع، بالإضافة إلى العديد من الممثلين السياسيين والعسكريين ومئات الصحفيين في الفترة ما بين 16 و18 من فبراير الجاري.